رجعنا لحضراتكم مرة تانية وما زالت تغطيتنا مستمرة لملف الانتخابات الرئاسية 2024 مع انتهاء المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات واللي تم فيه الإعلان عن كل التفاصيل المتعلقة بهذه العملية، عملية الاقتراع وأيضا الجدول الزمني ليها. وهنقف عند بعض التفاصيل مع حضراتكم مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو الدكتور محمد الذهبي أستاذ القانون الدستوري. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. قبل ما ندخل في التفاصيل، والحقيقة أنه في تفاصيل كتير في المؤتمر من الشق القانوني على الأقل، العنوان العريض اللي نقدر نتحدث فيه هو انتقال البلاد من محطة إلى أخرى، وده يمكن المصطلح اللي استخدمه المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات. متابعة حضرتك. هي متابعتي الحقيقة هو الانتقال تم من 2005 تحديدا، وكانت دي أول انتخابات رئاسية مصر تعرفها، لأن احنا من 52 ل 2005 كانت مرحلة الاستفتاء. بدأنا مرحلة الانتخابات على منصب رئيس الجمهورية من 2005. 2012 كانت الانتخابات 2012 كانت الانتخابات الثانية، 2014 الثالثة، 2018 الرابعة، ودي الحقيقة الانتخابات رقم 5، دي المرة الخامسة اللي بيجرى الانتخابات على منصب رئيس الجمهورية. يعني التجربة دي تقييمها من 2005 إلى 2023، دي المرحلة اللي مصر عرفت فيها فكرة انتخاب رئيس الجمهورية. ما قبل ذلك كانت مرحلة استفتاء، ودي ليها آلياتها والحديث عنها مختلف تماما، طبيعتها مختلفة يعني حقيقة. ويمكن التشابه أن الشروط قانون الانتخابات الرئاسية أو التعديل الدستوري اللي بيوضح الشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية تقريبا متقاربة لأول تعديل في 2005، يعني حصل في 2012 انتخابات هي ذات الشروط تقريبا، وإلى الآن هي نفس الشروط. الأمر الثاني وهي مرحلة الإشراف القضائي، أيضا دي مسألة مهمة جدا لأنه ده تراث عند الشعب المصري، ليس فقط السياسيين أو البرلمانيين أو رجال القانون، ولكن الشعب المصري كان بينادي من تحديدا منتصف الثمانينات بفكرة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، واللي بالفعل تحقق، وتحديدا في ظل الدستور الحالي أن مدة الإشراف القضائي هي 10 سنوات هتنتهي مع نهاية هذه الانتخابات. وحتى لما أنشأنا فكرة الهيئة الوطنية للانتخابات هي قائمة برضو على فكرة الإشراف القضائي، مش زي النظم المقارنة. يعني النظم المقارنة لما عملت الفكرة دي ما كانش الأساس هو الإشراف القضائي، لا هو الهيئة بتظل منعقدة طوال العام، تشرف على كافة الانتخابات سواء رئاسية برلمانية محلية أي انتخابات، وليها موظفين دائمين ما لهاش علاقة بالإشراف القضائي. لكن طبيعتنا احنا كمجتمع عندنا الثقة أكثر بفكرة أنه يكون قاضي على كل صندوق، يعني قاضي لكل لجنة فرعية. هتتحقق تماما الفكرة أنه دي انتخابات حرة نزيهة لما يكون في زي ما اللجنة أعلنت أنه هيسمح للصحافة والإعلام ولمنظمات المجتمع المدني الكل يكون متواجد، أن يكون لكل مرشح مندوب في كل لجنة بيعرف عدد المرشحين عشان نسبة الحضور، بيعرف الأصوات الانتخابية اللي تمت سواء الأصوات الصحيحة أو الباطلة، كل مرشح حصل بيعرف من كل لجنة فرعية هو بالضبط نسبة الحضور إيه، مرشحه حصل على إيه، فمفيش أي تشكيك في العملية الانتخابية بهذه الصورة. يعني أن كل لجنة فرعية في مندوب للمرشح في الإعلام أو الصحافة أو منظمات المجتمع المدني داخلي أو خارجي بتراقب، ما عندناش مشكلة، وده حصل في الانتخابات السابقة في الأربع مرات السابقين. يعني طيب لما بنتكلم يعني بمناسبة ما حضرتك ذكرت مسألة المرشحين وأنه من حق كل مرشح أن يكون عنده المندوب الخاص بيه جوه اللجنة ويطلع على كل التفاصيل، برضو مهم هنا نتكلم عن شروط الترشح. النهاردة أعلنت الهيئة الوطنية عن الشروط الواجب توفرها في المرشحين، وأتصور كلها
معروفة أو مفهومة أو متفق عليها مسبقا، يعني ما فيش فيها حاجة غريبة، يعني أداء الخدمة العسكرية، يكون مصري من أبوين مصريين، يكون حاصل على مؤهل عالي متمتع بالحقوق المدنية والسياسية وغير مصاب مثلا بأي أمراض بدنية أو ذهنية. تعليق حضرتك وقرأت النقطة دي إزاي؟ يعني هي زي ما قلت حضرتك في بداية الحديث أنه دي ذات الشروط اللي احنا أجرينا الانتخابات في 2005 هي كانت نفس الشروط اللي واجب توفرها في المرشح. البعض بيرى أنه عدد 25 ألف توكيل من 15 محافظة بحد أدنى 1000 شخص يزكوا هذا المرشح بيرى أنها يعني عدد كبير، ده عشان يتقبل طلب الترشح. ترشح نعم، يعني كل مترشح يا 20 نائب داخل البرلمان يزكوا أو 25 ألف من 15 محافظة بحد أدنى في كل محافظة 1000 شخص يؤيدوا ويزكوا ترشيحه. البعض بيرى لكن احنا يعني قتل هذا الامر بحثا انه ده كان حتى استطلاع للرأي المواطنين طبعًا. كانوا بيضايقوا انه اي شخص يترشح لهذا المنصب الرفيع انه ده رئيس الدولة رئيس السلطة التنفيذية انه لازم يكون في ليه قاعدة موجودة نسبة تأييد او على الاقل له جانب من المؤيدين يعني في الشارع او من خلال البرلمان. لو هو يمكن في 2005 كان في شرط اسهل شويه انه اي مرشح رئيس حزب كان من حقه يترشح، علشان دي كانت اول تجربه فكان عايزين عدد اكبر من المرشحين، فما كانش شرط ال 20 نائب او شرط ال 25000 شخص بيزكوا اللي هم 25000 توكيل، ما كانش الشرط ده موجود. لكن خليني اقول لك هو المرحله دي يمكن انا بستعير حديث المستشار وليد حمزة أنه بيتكلم على أن المرحلة دي مرحلة مهمة. أنا في تقديري الشخصي ودي وجهة نظري يعني أنه الفترة اللي فاتت كانت فترة انتقالية مهمة جدا، لأنه الدولة المصرية النظام السياسي رئيس الجمهورية كان في تحدي وهي فكرة إنهاء على فكرة الدولة الدينية، إنهاء على فكرة التيارات الأصولية المتطرفة، استعادت هوية الدولة المدنية، نعم انتهاء فكرة التيار الإسلامي السياسي، إنه إحنا كان في مرحلة بنواجه فيها الإرهاب اللي ترتب على المواجهة مع هذا التيار اللي هو من سنة 28 وهو بيقودنا إلى فكرة الدولة الدينية. كان في مرحلة مهمة قوي، الدولة يجب إن هي الحقيقة هذا النظام السياسي أو هذه القيادة إنها تقول أنا لا أنا أنجزت، لأنه أنا قضيت على فكرة بتنهي فكرة الديمقراطية، يعني إن في دولة دينية حتى لو في انتخابات. يعني المسألة دي مهمة قوي، لأن البعض بينظر لتركيا أو بينظر لإيران أو باكستان هي فيها انتخابات شكلها حلو ومرشح بيفوز بعدد أقل من الأصوات، لكن هذه ليست دول ديمقراطية. يعني لا يمكن الحكم على انتخابات إيران إن دي دولة ديمقراطية، هي في انتخابات مدارة زي التعويم المدار كده يعني على وزن المسمى ده، لكن لا يمكن الحسم أو القطع بإن دي دولة ديمقراطية أو إن ده نظام سياسي ديمقراطي أو إن ده مجتمع ديمقراطي، لأن قيم الديمقراطية عديدة. بننظر للمجتمع ككل، النظام السياسي ككل، نقول ده نظام ديمقراطي أو غير ديمقراطي، جوهر الممارسة السياسية مش بس الشكل أو الإطار العام. نعم. تقصد اللي هو حق قيم الديمقراطية إيه، وحق الحرية في التعبير في الرأي في الإبداع، مقياس الحريات في الدولة دي إيه، المعارضة وضعها إيه، تكوين الأحزاب، حق التظاهر وفقا لضوابط قانونية محددة، حق حتى الإضراب، احنا بنشوف في بريطانيا في فرنسا إضراب، لكن هو ده شكل الديمقراطية. ما نقدرش نقول على زهقنا من الاضطرابات والإضرابات والمظاهرات وفقا للقانون، إذا كان في تظاهر وفقا للقانون أي ممارسة تعبير عن الرأي لو في الإطار القانوني ما يزعجناش، لأن هي المعارضة هي الحقيقة اللي بتنير الطريق، زي ما بيقول هيلموت كول إن دي المعارضة اللي بتنير الطريق للحاكم. إحنا ما بنخافش من المعارضة، ما نقلقش منها. وأبسط مثال الحوار الوطني الأخير، الحقيقة كان في حديث عن ملاحظات أو وجهات نظر أو معارضة للنظام السياسي في بعض التصرفات، كان في معارضة للنظام الاقتصادي. أنا بعتبر دي البداية الحقيقية، يعني أنا بقول إن إحنا عدينا مرحلة انتقالية اللي هي مرحلة مواجهة
الدولة الدينية فكرها، مواجهة التيارات الظلامية، وانتقلنا لمرحلة مهمة جدا وهي مرحلة الدولة المدنية الدستورية الحديثة اللي قدرنا 200 سنة بنحاول الحقيقة نشتغل عليها. اقتباسا بقى من كلام حضرتك، بما أنه أنهينا قفلنا فصل الدولة الدينية وأنهينا فصل التطرف الفكري والتطرف الديني والحكم على أساس النوع ده من التفكير، أنهينا الفصل ده تماما وقفلنا عليه وبدأنا نخطو خطوات جديدة لمرحلة جديدة، علاقة المرحلة دي بإتمام ملف الانتخابات الرئاسية الآن وزي هو بيؤسس للمزيد من الفصول المختلفة في تاريخنا كدولة مصرية حديثة؟ يعني أنا برضو حديث الهيئة الوطنية للانتخابات، والعبارات الحقيقة الحاسمة اللي اتقالت إن إحنا بنسعى إن يكون في انتخابات حرة نزيهة، إنه بنسعى إنه يكون في انتخابات ديمقراطية، في أكتر من عبارة الحقيقة استوقفتني، هو يعني استكمال إن إحنا لازم يبقى عندنا مشروع وطني. العبارات كانت حقيقة حاسمة كتير قوي، إنه الانتخابات بتتم تحت مراجعة قضائية، أنا بستعير نفس العبارات، تحت إشراف قضائي كامل، إن ده استحقاق دستوري، إحنا هندعم الناخبين، وسائل الإعلام المحلية والعالمية للمشاركة في التصويت، إن إحنا نظرتنا للصحافة والإعلام إنها شريك أساسي. يعني حقيقة كان فيها عبارات بتدل على انه الانتخابات اتصور يعني انه هتكون بدايه مشروع وطني، مشروع ان احنا يبقى عندنا بلاش نقول كلمه تحول الديمقراطي اللي ما بتعجبناش كتير قوي، نقول تنميه ديمقراطيه، احنا بنحب كلمه تنميه. تنميه كلمه مهمه جميله، انه احنا ناسس لهذا المشروع ولا نقلق من فكره المعارضه، لانه المعارضه الحقيقه بشوف انه كتير قوي لما حد يطلع يقول رايه انه بيبدا الرد عليه بحده، الرد يكون بحده لو انه الراي ده ملوش اساس علمي، سواء وانت تتحدث عن النظام السياسي او تتحدث عن النظام الاقتصادي، الراي ملوش اساس علمي، ما بتقدمش حلول لمشكله اقتصاديه او مشكله سياسيه. هنا نبقى الحقيقه يعني ردنا يعني في حده شويه، لكن لو ان الراي ليه اساس علمي، الراي لازم يعني نكون سعداء بانه في معارضه، لان في رحابه صدر والاستماع لكل الاراء، هو ده البناء الديمقراطي. انت تقول عشان في ديمقراطيه يبقى في احزاب، في معارضه عندها قدره انها تصل الى مرحله تداول السلطه ان لم يكن في الوقت الحالي، لكن لازم نقدم نموذج في المنطقة تحديدا، منطقتنا اللي هي منطقة الشرق الأوسط، لأن كل البلدان الحقيقة تتحدث عن الديمقراطية، عن انتخابات زي ما قلت حقيقة تركيا أو إيران، لا يمكن وصفها بأنها بلد ديمقراطي. إحنا لينا تجربة، والكلمة اللي قالها المستشار وليد حمزة إن إحنا مرور 100 سنة، تصادف النهاردة إن مر 100 سنة على أول انتخابات نيابية مصرية، يتحدث عن الصدفة إن عدى 100 سنة، ده يقودنا إلى أنه إحنا اللي لازم نقدم نموذج حقيقي للديمقراطية الغربية، زي ما قال يعني أعظم عقل عربي دكتور طه حسين في كتابه سنة 37 نحو مستقبل الثقافة، إن إحنا النموذج الغربي لازم ناخده ونطبقه كاملا، وهو يتحدث عن الديمقراطية ونظام الحكم، إحنا نقدم النموذج ده في منطقة الشرق الأوسط كامل، ربما بعض دول هتسبقنا في التنمية، هتسبقنا إن عندها بترول عندها، لكن مش ممكن هتسبقنا إن إحنا نكون الدولة الرائدة في الديمقراطية الحقيقية وتداول السلطة. يعني أنا طبعا مش مقدرش أقول إني مختلفة مع حضرتك، بس يمكن عندي ملاحظة بسيطة، كل دولة بتتحرك وفقا لمعدلها ووتيرتها، سواء كان ده مرتبط بالظروف أو العوامل الاقتصادية أو حتى بالعوامل السياسية، فحتى وإن كنا يعني بنقول إن النموذج الديني لا يصلح في مصر أو هو غير متفق مع الهوية المصرية أو الشخصية المصرية، كامل احترام طبعا لكل التجارب السياسية القائمة أو المطبقة في كل الدول.